السلام عليكم. هنتكلم النهاردة على كرامرز رول وطريقة حل الإكويجنز باستخدام الديترمينتس. تعالوا نتخيل أن أنا عندي 2 إكويجنز، وليكن مثلا 6X minus 5Y equals negative 23، وعندي الإكويجن الثانية بتقول 3X plus 3Y equals 16، وقال لي عايز أحل الموضوع ده بس عايز أستخدم طريقة الديترمينتس أو طريقة كرامر. عشان اعمل ده كرامر، الحاج كرامر اللي عمل ده يعني، قال هتعمل لي ديترمينت. الديترمينت دي حضرتك هتكتب لي فيها كل الكوفيشنتس بتاعت الاكسز. يعني الاكس عندي هنا في 6 اكس وعندي هنا 3 اكس، يبقى هنا هقول هنا في 6 وهنا في 3، وبعد كده الكوفيشنت اوف وايز. طب انا عندي هنا نيجاتيف 5 وعندي 3، يبقى عندي هنا نيجاتيف 5 وعندي هنا 3. بس انا كده فصلت الديترمينت وهسمي الديترمينت دي دلتا. نجيب بقى قيمتها على طول. طيب هيبقى لو انتوا فاكرين الديترمينت بجيب المين دياجونال تايمز بعضه، يعني 6 تايمز 3 ماينس النيجاتيف 5 تايمز 3، يعني هيبقى 6 تايمز 3 الكلام ده ماينس النيجاتيف 5 تايمز 3. 6 تايمز 3 18، هنا نيجاتيف 15 ماينس يبقى بلس 15، يبقى عندي دول 20 يبقى 33. كده انا جبت دلتا. قال طيب اعمل ايه تاني؟ قال هتعمل الديترمينت الثانيه اسمها دلتا اكس. دي الديترمينت بتاعت الاكسز. قال ودي هتبقى عباره عن ايه؟ قال هتبقى نفس الدلتا بالظبط بس ما تكتبش الاكسات. مش هي دلتا اكس؟ يبقى مش هكتب الاكس، يبقى عمود الاكسات ده مش هكتبه والباقي اكتبه، يبقى هكتب عمود الوايات، يبقى نيجاتيف 5 وعندي هنا 3. طب مكان الاكسات هكتب ايه؟ قال هتكتب الاجابات بقى حضرتك. يعني انا عندي الاجابات اهي نيجاتيف 23 وعندي 16، اقوم كاتب هنا نيجاتيف 23 واكتب هنا 16 مكان الاكسات عشان دي دلتا اكس. قال طيب وبعدين؟ قال حلها بقى، يبقى هتبقى نيجاتيف 23 تايمز 3 الكلام ده ماينس النيجاتيف 5 تايمز 16، يبقى هيطلع لي هنا نيجاتيف 69 الكلام ده بلس 80، تطلع الاجابه 11. خلصت كده؟ قال لك لا، هما كان فاريبل، مش كان في اكس وكان في واي، يبقى هجيب ديترمينت اوف اكس واجيب الديترمينت اوف واي، يبقى انا لسه فاضل لي دلتا واي. طب ودي هتبقى عباره عن ايه؟ بنفس المبدا بالظبط، هكتب الديترمينت الاصليه اللي هي دلتا بس مش هكتب الوايات، وبالتالي العمود الواي ده مش هكتبه بس هكتب العمود بتاع الاكس، يبقى عندي هنا 6 وعندي هنا 3. طب الوايات؟ قال لك لا مش هتكتبها وتكتب بدلها الاجابات برضو، فيبقى عندي نيجاتيف 23 وعندي هنا 16 بس، وحلها برضو، فيبقى الديترمينت دي هتعبر عن 6 تايمز 16 الكلام ده ماينس النيجاتيف 23 تايمز 3، يبقى عندي هنا 96 كلام ده بلس 69 تطلع الانسر 165. بعد ما بجيب دول انا كده جاهز ان اجيب قيمه الفاريبل. هتجيبها ازاي بقى؟ عشان اجيب الاكس بقى هقول الاكس ايكوالز دلتا اكس اوفر دلتا، وبالتالي الواي ايكوالز دلتا واي اوفر دلتا. طيب الدلتا اكس كنا جبناها بكام؟ ادي الدلتا اكس كانت ب 11. طيب والدلتا؟ لا الدلتا كانت ب 33، يبقى ذا انسر از 3. طب الواي؟ الدلتا واي كانت ايكوالز 165 اوفر الدلتا اللي هي 33، تطلع الإجابة 5. يبقى السلوشن ست إن X ب 1 over 3 والY equals 5. طب أنا حليت صح ولا غلط؟ قال والله هعمل substitution هنا عشان أعرف أنا حليت صح ولا غلط. وبالتالي يعني مثالا لده هقول إيه؟ هقول كان عندي 6X، مش كان عندي 6X minus 5Y equals negative 23؟ طب أنا هجرب ده. يبقى 6 times X، الX اللي هي third، minus 5 times y اللي هي 5، دي هتطلع 2 minus دي هتطلع 25، 2 minus 25 equals negative 23، صح.
اعوض في الثانيه، طبعا تعوض في الثانيه، هيطلع لك برضو 16، وبالتالي بقى احنا كده حلينا السؤال. طيب تعالوا نشوف سؤال تاني، ناخد اكزامبل غيره. اكزامبل تاني هديك تو سيستمز، هقول لك مثلا 4x بلس 3y بلس 4 ايكوالز 0. السيستم التاني 3 او المعادله التانيه يعني 3x ماينس y ايكوالز نيجاتيف 3. طيب عايز احل انا بقى السؤال ده. قال طيب بص، هو مبدئيا كده انا مش عارف استخدم كرامر وهي زيرو ايكويجن كده، يعني ايه؟ قال لي يعني لازم الجنب الشمال يكون فيه الاكسات والوايات، والجنب اليمين يكون فيه الارقام. بمفهوم اخر الفور دي لازم مكانها مش هنا، الفور دي لازم تروح هناك، وبالتالي هعيد كتابه المعادله الاولى بحيث ان انا اخليها 4x بلس 3y ايكوالز نيجاتيف 4، واصبح عندي دول كده تو ايكويشنز. وتبقى واخد بالك ان الاكسات فوق بعض والوايات فوق بعض عشان ما تتلخبطش وانت بتعمل الديترمينتس. طيب تعالى بقى نعمل الديترمينتس. هقول والله تعالى للدلتا. الدلتا كانت عباره عن ايه؟ الكوفيشنت اوف اكسز والكوفيشنت اوف وايز. هحط الاكسات واحط الوايات. طب لو انا حطيت الوايات الاول والاكسات الاول غلط؟ لا مش غلط، بس هتراعي في كل اللي بتعمله بعد كده ان العمود الاول عمود الوايات والتاني عمود الاكسات، فما تدخلش نفسك في المتاهه دي، وخدها مبدا الاول اكس والتاني واي. طيب ادي الاكس، الكوفيشنت الاول 3 والكوفيشنت التاني 4، يبقى العمود ده 3 4. الوايات عندي نيجاتيف 1 واي يعني نيجاتيف 1، وعندي الواي 3. احل الديترمينت بقى 3 تايمز 3 ماينس، ادي دي الاولانيه ماينس النيجاتيف 1 تايمز 4، يبقى كام ده؟ هي ايكوالز 9 ماينس النيجاتيف 4 يعني ايكوالز 13. الخطوه اللي وراها هجيب الدلتا اكس، ودي معناها ان هكتب كله ما عدا الاكسات، يبقى الواي هتتكتب زي ما هي، اما الاكسات فانا هغيرها. فهغيرها لايه؟ هغيرها بالاجابات. الاجابات عندي النيجاتيف 3 وعندي النيجاتيف 4، يبقى انا عندي هنا نيجاتيف 3 وعندي هنا نيجاتيف 4. طيب الكلام ده هيسوى كام؟ يبقى نيجاتيف 3 تايمز 3، والكلام ده ماينس النيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 4. تطلع الاجابه دي هتطلع نيجاتيف 9 ماينس دي هتطلع بوزيتيف 4، يبقى ايكوالز النيجاتيف 13. يتبقى الديترمنت الاخيره دلتا واي، اللي هي هكتب كل حاجه ما عدا الوايات، يبقى هكتب ال 3 وال 4. اما مكان الواي فانا هكتب مكانه الاجابات اللي هي نيجاتيف 3 والنيجاتيف 4، وبالتالي ابدا احلها بنفس الاسلوب. يبقى 3 تايمز النيجاتيف 4 ده المين دايجونال ماينس النيجاتيف 3 تايمز 4، يبقى الكلام ده هيكوال 3 تايمز نيجاتيف 4 هتطلع نيجاتيف 12 ماينس نيجاتيف 12، يبقى ذا انسر از 0. اقوم اجي اقول بقى انا عايز الاكس وعايز الواي، اقول له تعالى بقى بالنسبه للاكس، فاحنا الاكس بتيكوالز دلتا اكس اوفر دلتا. الدلتا اكس احنا طلعناها بنيجاتيف 13، يبقى انا عندي نيجاتيف 13 اوفر دلتا 13 اهي، يبقى عندي الاجابه نيجاتيف 1. طب الواي، الواي عباره عن دلتا واي اوفر دلتا. الدلتا واي طلعناها بزيرو، اوفر دلتا اللي هي 13، يبقى ذا انسر از زيرو. يبقى انا عندي الاكس ايكوالز نيجاتيف 1 وعندي الواي ايكوالز زيرو. الكلام ده صح ولا غلط؟ والله تعالوا نعمل سبستيتيوشن هنا مثلا، فاقول له والله حضرتك قلت لي ان 3 اكس ماينس واي بتيكوال نيجاتيف 3، هل الكلام ده صح؟ هاخد الجنب ده 3 تايمز اكس اللي هي نيجاتيف 1 ماينس 0، يبقى 3 تايمز نيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 3 ماينس 0، يبقى الاجابه نيجاتيف 3، الاجابه سليم. طب تعالى نحط في دي كمان، هقول له والله ال 4 تايمز النيجاتيف 1 بلس 3 تايمز 0 ده هيطلع نيجاتيف 4 بلس 0، يبقى الاجابه نيجاتيف 4 برضه صح. يبقى كده انا حليت السؤال بشكل سليم. كده انا حليت السيستم تو اكويشنز ان تو فاريبلز باستخدام كرامر رول. طب وات اف ان انا كان عندي 3 اكويشنز، ودي الحاله الاخيره عندنا في الدرس ده. هقول مثلا في الاكزامبل ده 3 اكويشنز بتقول مثلا 3y بلس 2x ايكوالز z بلس 1. الثانيه هتبقى مثلا 3x بلس 2z ايكوالز 8 ماينس 5y. الأخيرة 3z minus 1 equals x minus 2y. قلت لك find the value of x and y and z using Cramer rule.
طبعا المنظر ده مش هينفع اشتغل بيه، يعني لازم اظبط الاول الايكويشنز دي. ليه؟ لان لازم الفاريبلز يكونوا في الليفت هاند سايد، ولازم يكون الارقام الفري تيرمز في الرايت هاند سايد، وبالتالي كل واحده من دول انا محتاج ان انا اعدلها سنه، اخلي شكلها مختلف. هتتحول للاتي، هقول مثلا وارتب، هقول مثلا هبدا بالاكسات يبقى 2x، وبعد كده بلس التلاتة واي، الزد هتخش جوه معاهم فبقت ماينس زد ايكوالز الارقام اللي هي 1 اللي كان قاعد هنا ده زي ما هو. طب اللي وراها هبدا بالاكسات يبقى عندي 3x ثم الوايات، فالواي هتخش جوه بدل نيجاتيف 5y بوزيتيف 5y يبقى بلس 5y. الكلام ده ايكوالز 8 اللي قاعد. طيب هنا الاكس تيجي الاول، فهاجي ده كده واقول نيجاتيف اكس، فاقول والله النيجاتيف اكس والنيجاتيف 2y تخش هي كمان، بقينا بلس 2y بلس 3z اللي قاعده، يبقى الكلام ده هي ايكوالز ال1 هتيجي هنا بالبوزيتيف، يبقى الكلام ده ايكوالز 1. انا بس في الايكويشن اللي فوق نسيت اكتب الزد على فكره، فسامحوني يعني امسح بس الحته دي، انا نسيت اكتب الزد. هنا كان 5y لسه عندي 2z قاعده، يبقى بلس 2z ايكوالز 8. دول كده ثلاثة ايكويشن يصلحوا ان هم يتعاملوا. اقوم اعمل بقى الديترمينتس، بس الديترمينت هنا 3 فاريبلز فهتبقى 3 باي 3، وبالتالي عندي الدلتا هتبقى عباره عن ادي الديترمينت، هعمل عمود الاكسات وعمود الوايات وعمود الزدات. الاكسات ادي العمود اهو، وادي كوفيشنت ال2 وال3 والنيجاتيف 1، يبقى انا عندي هنا 2 وعندي 3 وعندي نيجاتيف 1. طب الوايات ادي عمود الوايات، الكوفيشنت 3 5 2 3 5 2، وبعد كده الزدات، الزدات عندي نيجاتيف 1 بوزيتيف 2 بوزيتيف 3، يبقى عندي نيجاتيف 1 عندي 2 وعندي 3. ادي الديترمنت الاولانيه. طب ايه اخبار بقى دلتا اكس؟ اتفقنا هكتب الديترمنت الاصليه كلها ما عدا عمود الاكسات، وبالتالي هنا نيجاتيف 1 و2 و3، وهنا 3 وال5 وال2 بنقلهم. الاكسات بقى لا، قال طب الاكسات هتعمل فيها ايه؟ قال هكتب مكانهم النتائج. طب ايه النتائج؟ كانت اهي اهي 1 و8 و1، يبقى انا هاجي هنا اكتب 1 8 1. طيب الدلتا واي هقول والله الدلتا واي ايكوالز، هعمل نفس الديترمنت بس مش هكتب الوايات، الديترمنت الاصليه، يبقى هكتب الاكسات اللي هي 2 3 نيجاتيف 1، هكتب الزد اللي هي نيجاتيف 1 2 3، اما عمود الوايات فانا هكتب الاجابات اللي هو 1 8 1. طبعا فاضل الاخيره اللي هي الزد، فبالتالي هقول ان الدلتا زد ايكوالز، هكتب كله ما عدا الزدات، هكتب الاصل، يبقى عندي 2 3 نيجاتيف 1، وهنا عندي نيجاتيف 1 وعندي 2 وعندي 3. لا مش هكتب في الزدات بقى، شفتوا بقى ازاي انا اتلخبطت معاكم. هقوم جاي كاتب الوايات اللي هو 3 5 2، وهاجي بقى عند الزد واكتب الاجابات اللي هي 1 8 1، وابدا اجيب الديترمنت بتسوى كام. لو جينا حسبنا الدلتا الاولانيه دي الديترمنت دي كده هتطلع 22، دي الدلتا. الدلتا اكس هتطلع 66، طبعا ممكن تراجعوا الكلام ده ورايا او تصدقوني مؤقتا. الدلتا واي هتطلع نيجاتيف 22، اما الدلتا زد فهتطلع 44. وبالتالي هقول يبقى في الحاله دي بقى عشان احل السؤال خلاص، اقول له يبقى الاكس ايكوالز، الاكس ايكوالز كانت عباره عن ايه؟ احنا اتفقنا ان الاكس بتساوي دلتا اكس اوفر دلتا، يعني كلهم كده بقى دلتا اكس اوفر دلتا، وبالتالي الدلتا اكس كانت 66 اوفر الدلتا 22، يبقى ذا انسر 3. طب الواي هيبقى عندي دلتا واي اوفر دلتا، الدلتا واي نيجاتيفز 22، وهنا عندي الدلتا 3 والدلتا 22، يبقى الاجابه نيجاتيف 1. الزد ايكوالز دلتا زد اوفر دلتا، يبقى 44 اوفر 22، يبقى ذا انسر از 2. يبقى انا وصلت ان الاكس ايكوالز 3 والواي ايكوالز نيجاتيف 1 والزد ايكوالز 2. حليت صح ولا غلط؟ والله خد الثلاثه فاليوز دول وروح عوض في اي ايكويشن من الثلاثه. لو اتحققت فعلا ادي الثلاثه ايكويشنز اهو، لو فعلا ليفت هاند سايد طلع بيساوي رايت هاند سايد يبقى انا حليت صح. يا رب يكون كرامر ده سهل وواضح، واشوفكم في درس اليوم ان شاء الله.